ينضم إلينا من واشنطن خالد خيري مراسل الغد. خالد، يعني كيف تابعت هذه الشهادة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكيف تابعت تصريحاته والأسئلة التي وجهت إليه؟ نعم، يعني بالفعل مايك بومبيو هذه هي أول جلسة له في مجلس النواب الأمريكي للتحديث عن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وقوبل بأسئلة كثيرة من الأعضاء على رأسهم إد رويس رئيس اللجنة وإليوت إنجل كبير اللجنة، خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإيران على وجه التحديد. بومبيو تحدث عن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية وذكر منها ثلاثة، هي مكافحة الإرهاب، وقف ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا مساعدة حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. تحدث وأعلن أن اجتماع القمة الأمريكية الكورية الشمالية سيعقد في موعده في الشهر المقبل في سنغافورة، وتحدث عن أنه سيستخدم كل الموارد اللازمة من أجل عودة الولايات المتحدة كقوة عظمى مرة أخرى. الغريب في هذه الجلسة، وأنا عايش في الولايات المتحدة منذ 18 عاما، أنه لم يتحدث عن عملية السلام في الشرق الأوسط. كنا في السابق أي وزير خارجية يحضر جلسة للحديث عن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية كما يتحدث عن عملية السلام في الشرق الأوسط في مقدمة الأولويات الخارجية الأمريكية، ولكن نلحظ تغييرا جذريا الآن في هذه الأولويات، وأيضا في حديثه عن روسيا يا خالد. نعم، كلام صحيح، وتحدث عن روسيا وطلبه الأعضاء بسياسة أكثر حزما في التعامل مع الروس، وهناك شكوك في أن إدارة ترامب تريد طمس الحقائق فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الشأن الأمريكي، ولكن بومبيو تحدث عنه تتخذ من الإجراءات من أجل وقف ما سماه الدعاية الكاذبة والأخبار الكاذبة، ولأول مرة الخارجية الأمريكية تخصص أيضا ميزانية لهذا الأمر. نكتفي بهذا القدر. خالد خيري مراسل الغد، كنت معنا من واشنطن، شكرا على هذه التفاصيل.